بعد الذي بدأ لا يسعى الجمعية الموريتانية لرعاية الطفولة إلا أن ترحب بضيفها الكريم ضيفها العلامة الجليل محمد الشيخ محمد الحسن بن زدن. فأهلا وسهلا بهذا الضيف العظيم. أسير إلى الشيخ الكلام فهو خير من يتحدث في هذا الموضوع الذي يتعلق بالتماسك الأسري ودوره في تنشئة الجيل المنشود، فمع فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى هو نظام شامل لكل مناحي الحياة، ضامن لكل مصالح البشرية، محقق لكل آمالها ورغباتها وتطلعها، يدعو إلى أحسن ما يمكن أن يتم، ويوصل البشرية إلى ما يرضي ربها جل جلاله، وإلى ما يحقق حكمته التي خلقها من أجلها. ولذلك فإن هذا الدين ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول منه خطاب للفرد، يستطيع الفرد أداءه في خاصة نفسه كطهارته وصلاته وصيامه ونحو ذلك. والقسم الثاني يتعلق بالأسرة، لا يستطيع الفرد إقامته في خاصة نفسه، وإنما يستطيع إقامته من خلال أسرة. والقسم الثالث موجه إلى المجتمع، ليس موجها إلى كل فرد ولا إلى الأسرة، وإنما هو موجه إلى المجتمع كآداب الجوار وآداب الطريق والضيافة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة ونحو ذلك. والقسم الرابع موجه إلى ذو السلطان والقوة، وهو ما لا يقدر عليه إلا ذو السلطان كجهاد العدو وإقامة الحدود والعدل في الأرض وفض النزاع فيها والعدالة في توزيع خيراتها بين الناس. وكل هذه الأقسام جاء فيها من الشرع ما يبين المصالح التي لا يمكن أن يستقيم حال ذلك الجانب إلا بها. والأسرة وهي اللبنة الثانية في هذا البناء التصاعدي لأمر الدين، رتب لها هذا الشرع ترتيبا عظيما، فقد أوصى الله سبحانه وتعالى كل واحد من الزوجين بالإحسان إلى الآخر، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة، فكلاهما أمره الله تعالى بالإحسان إلى الآخر، والإحسان يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد من الزوجين بالقيام بحق الآخر، فقال في خطبته يوم عرفة: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم، أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وقال كما أخرج عنه مسلم في الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة إساءه منها خلق سره منها خلق آخر. وأوصى الرجال النساء كذلك بالقيام بحقوق الأزواج، فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وجاءت امرأة تسأله عن حق زوجها، فقال: إنما هو جنتك أو نارك، معناه جنتك إذا قمت بحقه أو نارك إذا خالفت ذلك. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعايير التي يختار كل طرف الطرف الآخر على أساسها، فقال في الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذان معياران إذا جمعهما رجل أحرز وصف الكمال الممكن في الرجال، وهما الدين والخلق. والمقصود بالدين صلاح المعاملة مع الله تعالى بصحة الاعتقاد وامتثال الأوامر واجتناب النواهي على قدر الإمكان.
ومن كان دينه صحيحا فهو أهل للثقة، لأن الدين يحجزه عن الاعتداء على حقوق الآخرين. ومن كان دينه ضعيفا فلا يمكن أن يرجو منه أحد أن يسيء المعاملة مع الله ويحسن المعاملة مع خلقه. فمن أساء المعاملة مع الله لا يمكن أن يتوقع منه أن يحسن المعاملة مع أحد. والمعيار الثاني هو الخلق، والمقصود به وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح. وصف أي من المروءة يحمل الإنسان على ارتكاب الحميد أي على ما هو حسن بين الناس، وعلى اجتناب القبيح أي إلى ما يستقبحه الناس ويستبشعونه في معاملاته. فالخلق وصف حميد به تمام الإيمان، لما ثبت في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. وقد وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتمام الخلق وحسنه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق يغطي على كل العيوب التي في الرجل، فإذا كان الرجل صاحب خلق حسن فإن ذلك قاض على كل ما فيه من العيوب ساتر له. أما في المرأة فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة معايير، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذه أربعة معايير إذا جمعتها امرأة أحرزت وصف الكمال الممكن في النساء. وإذا حصل نقص في بعضها فمعيار الدين قاض على باقيها، لأن المرأة إذا كانت صاحبة دين أمنها الإنسان على نفسها وعلى بيته وشرفه ومروءته وذريته وماله. وإذا لم تكن صاحبة دين لم يأمنها الإنسان على شيء، فاحتاجت إلى رعاية دائمة، وذلك عناء وتكلف وعند. ومن هنا فإن المرأة إذا كانت صاحبة دين كانت أهلا لأن يوثق بها. وفي قصة إبراهيم خليل الرحمن حين زار ابنه إسماعيل عند البيت الحرام فلم يعجبه دين زوجته الأولى ولا خلقها، قال: قولي له إن أباك يأمرك أن تبدل عتبة بابك. ولما تزوج إسماعيل عليه السلام رعلة بنت مضاد الجرهمية، وقد اختارها الله لأن يكون من ذريتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليها إبراهيم فرأى دينا وخلقا فأعجبته، فقال: إذا أتى إسماعيل فقولي له إن أباك يأمرك أن تثبت عتبة بابك. وهذا مقتضى لأن الثقة إنما تحصل إذا كانت المرأة صاحبة دين وخلق. وقد قال الددو رحمة الله عليه في الشيخ باب بن الشيخ سدية: عندما أتاه فلم يجده فوجد ربة المنزل وهي فاطمة مباركة بنت المختار لعبد الفتاح، فلم يفقد شيئا مما كان يقوم به الشيخ ولم يتغير شيء من معاملته، فكتب: يا زائرا غوثا عقيلة بيته، أخلاقها عن من سواها ثانية، سلم عليه وأوصه فيها بما أوصى الخليل به ابنه في الثانية. وكذلك العلامة أحمد الأحمدي رحمة الله عليه كتب للعلامة التجاني والبابا والأحمد بيبا رحمة الله عليه مجمعين: عندما لم يجده في البيت ووجد ربة المنزل فقامت بالواجب، فقال: مني إلى السيد التجاني من جذبه للمجد نفس لذات المجد منجذبة، مني إليك سلام بعض موجبه أني أشرت لكم أن ثبتوا العتبة. إن الغريب على علات عائشة إما زار عائشة ينسى أمه وأبه، ما ضيع المجد من في البيت خلفها، كلا ولا دينه كلا ولا حسبه. والشيخ محمد سالم رحمة الله عليه يقول: ما غاب من خلف في الدار من ترعاه في مقامه والمسير، كأنها إياه في كل ما تفعل في غيبته تستشير، تأتي الذي يرضى وتاب الذي يابى عليها دينها والضمير. وهذه الأسرة بما أنها بناء يراد له البقاء والاستمرار، ويراد أن يكون محضنا للذرية الطيبة الصالحة التي تحقق الاستخلاف
الآدمية في هذه الأرض وتحقق ميراث الرسل والأنبياء لا بد أن يعتنى بتكوينها وأن تراعى فيها الشعائر التعبدية مع الجانب المعاملي الاجتماعي. فلذلك كان النكاح مترددا بين العبادات والمعاملات، ورأى فقهاء المالكية والشافعية أن يجعلوه متوسطا بين البابين، فهو بين العبادات والمعاملات، جانب منه تعبدي وجانب معاملي. فالجانب التعبدي يحتاج إلى نية، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ذكر أهل العلم 6 نيات، إذا نواها أو واحدة منها المقدم على إقامة أسرة كان هذا العقد وما يترتب عليه في كفة الحسنات. وهذه النيات هي: أولا، النية الأولى الامتثال لأمر الله تعالى في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والنية الثانية الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنية الثالثة طلب النسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. والنية الرابعة إعفاف نفسه، فهو واجب عليه، فيجب على كل إنسان أن يعف نفسه عما حرم الله عليه، وأن يستغني بحلال الله عن حرامه. وقد قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فيجب على الإنسان إعفاف نفسه عما حرم الله عليه، إذا وجد الطول والقدرة فليبادر إلى إقامة الأسرة، وإذا لم يجد ذلك فعليه بالصوم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الله تعالى يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والحكم المغير بغاية إذا تحققت لزم أن يترتب عليها لضرورة ترتب الجزاء على الشر. والنية الخامسة إعفاف الطرف الآخر، فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنية السادسة بناء البيت المسلم الذي يتراضى طرفاه على تحكيم شرع الله فيه، فيكون مؤسسا على التقوى من أول يوم. وقد ورد في بعض غريب التفسير في تفسير قول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أن هذه الكلمة هي عقد النكاح، فهو كلمة طيبة أصلها ثابت لثبوته في الشرع والعناية بإثباته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقدوه في المساجد وأعلنوه في المشاهد واضربوا عليه بالدف والدخان. وفرعها في السماء لأنها قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وقصد بها محاربة الشيطان والنفس والهوى، وأطر ذلك على الحق. تؤتي أكلها كل حين فسرت بالحول، فالحين فسر بالحول والمقصود بذلك الذرية، كل حين بإذن ربها. وهذا يدل على عظم هذه الأسرة وتأسيسها، وأنها إذا كانت مؤسسة على التقوى من أول يوم كانت شجرة طيبة ذات أصل ثابت وذات فرع مرتفع، وكانت ثمرتها طيبة، لأن الله قال: والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه. وهذا توريث الناس لذرياتهم، فيوسف عليه السلام قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. والله تعالى يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال أهل العلم بالتفسير: هذه الأمة كلها تنسحب عليها أبوة إبراهيم،
لأن النسب إما أن يكون نسبا دينيا وإما أن يكون نسبا طينيا. فمن كان من ذرية إبراهيم فإنه أبوه من الجهتين، من جهة الدين ومن جهة الطين. ومن لم يكن من ذريته وكان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإبراهيم أب له في الدين. ولذلك قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وهذا التوريث يقتضي أن يحرص الإنسان على أن تكون ذريته صالحة، ليكون ذلك امتدادا في عمره وفي العمل الصالح الذي يكتب له. وقد ذكر ابن الحاج في المدخل أن من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان أن يرزقه ذرية التي تكون امتدادا في عمره. ولهذا امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن شانئك هو الأبتر. وقد ذكر أهل التفسير أن هذه الآية صريحة في كثرة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذريته واستمرارهم إلى قيام الساعة، لأن الله بشره بأن شانئه هو الأبتر. ومفهوم ذلك أنه هو لا يمكن أن ينقطع نسله، بل سيزداد ويكثر وتكون فيهم البركة والخير إلى يوم القيامة. وآله آل بيته مع هذا الكتاب لا يفترقان حتى يردان عليه الحوض، حتى يردا عليه الحوض كما ورد في بعض الأحاديث. وكل ذلك يدل على بقاء هذا النسل واستمراره. وحرص الإنسان على ذرية الصالحة كما ذكر ابن الحاج يقتضي حرصه على الأعمال الصالحة، فليست من الحرص على الدنيا بل هي من الحرص على الآخرة. وقد نظم بعض كلام ابن الحاج العلامة حبيب بن زايد تندغي رحمة الله عليه حين قال: وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبهما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطالعا المدخل. ولهذا فإن حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره فيه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، لأن الذين يتعلمون علم الإنسان هم امتداد له وزيادة في ذريته كما ذكرنا النسب الديني وهو مقدم على النسب الطيني. وقد قال العلامة محمد الفال المتالي رحمة الله عليهما: يعتبر النسب إن كان معه تقوى وفقه الدين إلا فدعه، لجاهلي شرف الإسلام لا يرى بغير الشرط ذا محصلا، إذ انضياب النسب الديني مؤكد بالنسب الطيني. فهذا الاستمرار زيادة في الحسنات والأعمال الصالحة. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن الحفاظ على صلاح الذرية مقصد من لدن آدم يتفق عليه أهل الفطرة جميعا، حتى إن أهل الجاهلية يمدحون بعض ممدوحهم بذلك. فزهير بن أبي سلمى يقول في هرم بن سنان المري: وما يكون من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطية إلا وشيشه، وتغرس إلا في منابتها النخل. وكذلك أهل الإسلام أيضا فهذا موافق لفطرتهم. وقد قال أبو الطيب المتنبي في أبي أيوب بن عمران يقول: أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها، العارفين بها كما عرفتهم، والراكبين جدودهم أماتها، فكأنها نتجت قياما تحتهم، وكأنهم ولدوا على صهواتها. إن الكرام بلا كرام منهم، مثل القلوب بلا سويداواتها، تلك النفوس الغالبات على العلا، والمجد يغلبها على شهواتها. وبقاء النسل محقق للاستخلاف الذي هو وظيفة من وظائف آدم. فقد أخبر الله ملائكته وآدم منجدل في طينته أنه جاعل في الأرض خليفة. ولهذا فإن الأسرة الصالحة هي التي تقوم على هذه النيات والمقاصد، ثم بعد ذلك يراعى بناؤها، فتكون العلاقة بين أهلها علاقة طيبة، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلهذا لا بد أن يحرص الطرفان معا على استمرار هذا البناء وعدم نقضه ونكثه،
فالذي ينقض عمله ضرب الله له المثل بما كان معروفا مما يذم به في الجاهلية، فالحمقاء هي التي تغزل، فإذا تتم غزلها نكثته أنكاثا، فكان المثل يضرب بها في ذلك. إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها بالقرائب وقالت سماع البيت فوقك منهج ولما تيسر أحولا للركائب. فلذلك لا بد أن يحرص الطرفان على بقاء هذا البيت واستمراره. ومن هنا فإن الشارع حض على استمرار هذا البيت بكثير من الأوجه، من أهمها أن الفرق التي تحصل في بعد النكاح مرجعها إلى ثلاثة. النوع الأول الفرقة النهائية بالموت، وقد جعل الله لها أثرا وتوابع حتى بعد الموت، فرتب عليها عدة، فقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ورتب عليها الميراث. وأيضا فإن كثيرا من الذين قامت بينهم هذه العلاقة في الدنيا تدوم بينهم يوم القيامة. وإذا كان للمرأة أزواج تزوجها زوج مات أو طلقها وتزوجت آخر، فإنها يوم القيامة تخير بينهم فتختار أحسنهم خلقا كما في الحديث. وكذلك فإن السعي لبقاء هذا البيت واستمراره مسؤوليتهما معا، فكل واحد منهما مسؤول عن ذلك. النوع الثاني من أنواع الفرقة هو فرقة الطلاق، وقد جعل الله تعالى الطلاق أبغض الحلال إلى الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ومعنى ذلك أنه لم يشرعه إلا في حالات ضيقة، لم يجعله حلالا إلا في حالات ضيقة. وهذه الحالات سبب مشروعية الطلاق فيها أن الإنسان قد يضطر إليه، فلم يختر له إلا الوقت الذي لا تميل النفس فيه إلى الفراق. فإذا كانت المرأة حائضا ذات مانع يمنعها من معاشرة زوجها، فإن الشارع لم يبح له طلاقها في هذا الوقت، لأنه ليس لديه الدواعي وليست لديها الجاذبية لاجتذابه، فلذلك حرم الله الطلاق في هذا الوقت. وإذا كانت في طهر قد مسها فيه فقد نقصت الجاذبية أيضا، فقد حرم الله الطلاق في هذا الوقت حتى تحيض ثم تطهر. ولا يحل الطلاق إلا في طهر لم يمسها فيه والجاذبية حاصلة، أو إذا كانت حاملا وهو حينئذ يرحمها ويرجو الخير من حملها، فلا يظن به أنه سيطلقها في هذا الوقت. فهذان الوقتان فقط اللذان أباح الله فيهما الطلاق، وذلك يدل على أنه لا يكون إلا عند الحالة القصوى من الضرر، أما ما سوى ذلك فلم يشرعه الشارع. ومن هنا فإن الله جعل بعد الطلاق فرصا أخرى للمراجعة، فإذا طلق الرجل طلقة الأولى فله الحق في المراجعة مرة أخرى، فإذا طلق الثانية فله الحق في المراجعة مرة ثالثة. وقد قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في وقت العدة إن أرادوا إصلاحا، وبيّن أن الرجعة إنما المقصد بها الإصلاح. فإذا كانت الرجعة يقصد بها التشفي وطول الأمد على المرأة وحبسها وأذاها، فليس ذلك محمودا ولا مطلوبا شرعا، بل قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في مدة العدة إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والنوع الثالث من أنواع الفرق هو الخلع، وقد عده كثير من أهل العلم من الطلاق من الفرقة الثانية، لكن منهم من لم يجعله من الطلاق بل جعله نوعا آخر من أنواع الفرقة، وهو فرقة لا تكون ناشئة عن طلاق بل تكون ناشئة عن عوض تبذله المرأة لزوجها، وذلك عندما يتضرر كل واحد منهما من الآخر. فإن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشكو زوجها ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أفضل الصحابة، فذكرت أنها لا تقم عليه من دين ولا من خلق، ولكنها تكره الرجوع بالكهر بعد الإسلام، فقد حصل لديها كره شديد من الناحية العاطفية، لا من ناحية الدين ولا من ناحية الخلق.
فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدقها، فقالت إنه أصدقها حديقة، فقال ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة، فأمره أن يطلقها وأن يأخذ منها تلك الحديقة. وعلى كل فإن فرص البقاء أكثر وأولى، فأول ذلك عند الإقدام على إقامة الأسرة لا بد أن يعرف الطرفان أن كل واحد منهما إنسان له اختياراته ومشاعره وتوجهاته، ولا يمكن أن يكره الطرف الآخر على كل توجهاته وإراداته. لا بد أن يدرك كل واحد منهما أن هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن يعيش فيها الإنسان إلا وهو يسمع ما يكره ويرى ما يكره ويرى ما يلائم طبعه ويرى ما ينافره تارة، فكل ذلك ممكن. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولست بمستبق آخر لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فإذا كنت ترى من أهلك ما لا يلائم طبعك فاعلم أنهم في مقابل ذلك أيضا يرون ما لا يلائم طباعهم، فكل يصبر على الآخر، والذي لا يريد أن يصبر على شيء ولا أن يرى ما يكره ولا أن يسمع ما يكره فليتعجل إلى دار القرار، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذيما إلا قيلا سلاما سلاما. أما من عاش في هذه الدار فلا بد أن يسمع يوما ما لا يلائم طبعه، ولا بد أن يرى ما لا يلائم طبعه، ولكن عزاءه في ذلك أن الطرف الآخر يصبر منه هو على نظير ذلك، بل ربما كان الحال أكثر، فلا بد أن يصبر كل طرف من الآخر على مثل ذلك. وهذا ما نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا يفرك مؤمن مؤمنة، ومعنى لا يفرك لا يبغض بغضة الأزواج، مؤمن أي زوج، مؤمن مؤمنة أي زوجا، إساءه منها خلق سره منها خلق آخر، فلينتظر في وقت إساءته إذا حصلت إساءة أن يأتي ما بعدها من السرور، فذلك آت لا محالة. فهذه سنة الحياة وهذا شأن التداول في هذه الدار. وكثير من الناس يحرصون على مبتغاهم وتحققه في الطرف الآخر تماما، كأنهم يريدون طرفا صنعوه على أعينهم واختاروه على أهوائهم ليكون صناعة تابعة لمزاجهم، وهذا من المستحيل. فلا يمكن أن يجد الإنسان في هذه الدار ما يلائم طبعه 100%. ومن هنا لو قدر أن الإنسان إنما ترك هذه الأسرة وأراد فراقها ليأتي بأسرة هي أحب إليه منها، فليتذكر أن الأخرى أيضا لا بد أن يجد فيها ما لا يلائمه. كم من مرة كانت المفاجأة أكبر وأعظم، وكان الجرح أنكر وأغير في المرة الثانية. فلذلك لا بد إذا أراد أن يفكر في هذا الأمر أن يعلم أن الحالة ربما تكرر، وربما كانت التجربة الثانية أشد فشلا من الأولى. وكذلك من المهم أن يدرك أن الأمانة التي ائتمنهم الله عليها هي ميثاق غليظ، سماه الله بذلك في كتابه، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وهنا من إعجاز القرآن تنبيه عجيب وهو في قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فالإنسان يحب أن يستره الله وأن لا يكشف شيئا مما لا يحب أن يطلع عليه الناس، ومن أفضى منه إلى ذلك فقد أصبح بمثابة عضو من أعضائه لا ينبغي أن ينفصل عنه بحال من الأحوال، لأنه لا يرضى أن يتسرب سره في المجتمع. ومن هنا لا بد أن يحرص على من أفضى إليه بأسراره وبداخلة شأنه، فليحافظ على ذلك كما يحافظ على كل أسراره، فقد أصبح بمثابة العضو منه، وذلك مقتضي لاستمرار هذه العلاقة والحرص عليها وبقائها.
كذلك مما يدعو إلى هذا الاستمرار وبقائه إذا حصلت الذرية بين الطرفين، فإن هذه الذرية أمانة وهبة من الله، والله تعالى يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فإذا اختار الله ذرية من هذه الأسرة من هذا البيت فمعنى ذلك أنهما قد حملا أمانة عظيمة، وعليهما القيام بحق هذه الأمانة ورعايتها، وهي أمانة الله سبحانه وتعالى. والأولاد أول من يفر منه الإنسان يوم القيامة، لأن حقهم عليه عظيم إذا لم يقم بتربيتهم على الوجه الصحيح ولم يرعهم رعايتهم على وجهها، فقد ائتمنه الله عليهم وخصه بهم دون من سواه، وهو يرى كثيرا من الذين جعلهم الله غير مؤتمنين على الذرية، ويعلم أن العقيم يتمنى أن لو كانت له ذرية بأي وجه من الوجوه، وحين يعطيه الله ذرية وعقبا فليعلم أن ذلك امتحان امتحنه الله به، فإن قام بالحق ورعاهم الرعاية الواجبة فإنه قد نجح في الامتحان، وإن ضيع هذه الأمانة فليعلم أنه مسؤول عنها بين يدي الله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والذرية لا بد أن يضحي كل واحد من الطرفين في سبيل الحفاظ عليها، فإذا كان الرجل لم تعد له رغبة في المرأة فليراعي حق أولاده وليضحي من أجلهم، لأنه يضحي من أجلهم بعرق جبينه وتعب بدنه ويسعى لجمع أقواتهم بما يستطيع، ويدافع عنهم ويحميهم بنفسه، وهو مستعد لحماية أنفسهم بنفسه ورعايتها على ما هو موجود في الفطرة، وذلك من هذه الرحمة الواحدة التي أنزلها الله في الأرض، فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. وكذلك إذا كانت المرأة لا ترضى هذا الزوج ولكن الله جمع بينهما على ذرية، فلتضحي من أجل ذريتها ولتقبل البقاء لصالح أولادها وعقبها، لأنها أيضا قد ضحت من أجلهم بالنفس والنفيس، وحملت كل واحد منهم كرها ووضعته كرها وأرضعته ثديها وخلاصتها، وقامت عليه وهو صغير ورعته، وكانت تسهر من أجل سهره وتقوم على رعايته من كل وجه، فلذلك لا بد أن تسعى للتضحية من أجله ورعايته وحمايته. فالتفكك الأسري داء عضال مقتضٍ لكثير من المشكلات، من أهمها أن الله جعل حضانة الأولاد إلى الزوجين ما داما معا، فإذا افترقا كانت الحضانة إلى المرأة إن كانت أهلا للحضانة. وأهل الحضانة معناه من تحققت فيه شروط الحاضن، وهي التي نظمها العلامة محمد مولود في الكفاف رحمة الله عليه، حيث قال الشرط في الحاضن أيا كان أن يحفظ الأموال والأبدان ويصلح الدين ويحسن الأدب سلم من موذ ومعد كجرب. ويزاد على هذه الشروط شرط خامس قد ذكره خليل رحمه الله في مختصره، وهو حصانة البيت في حق البنت يخاف عليها. فهذه إذا الخمسة شروط تشترط في الحاضن أيا كان، ومن لا تتوافر فيه هذه الشروط ليس له حق الحضانة. وإذا تزوجت المرأة بزوج آخر فإنها تسقط حضانتها لأولادها، وترجع حضانتهم إلى أمها إن كانت حية متصفة بشروط الحاضن، أو إلى أختها كذلك على ترتيب الحاضرين المعروف في الفقه. واختلف إذا طلقت هل تعود إليه الحضانة فيما بعد أم لا، والمذهب المالكي أن الحضانة حق إذا سقط لم يعد، فإذا سقطت حضانتها بالزواج ولو مكثت أسبوعا واحدا في عصمة رجل آخر فقد سقطت حضانتها ولا تعود إليها أبدا. وهذه الحضانة هي ناشئة عن هذه الأمانة العظيمة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وهي من أصل الفطرة
فالحيوانات تحمي صغارها وترعى أولادها، هذه الرعاية والحضانة. والظليم هو الذي يحضن البيضة حتى يفقس، وكذلك الكثير من ذكران الطيور هي التي تحمي البيض وتقوم على رعايته، وذلك دليل على هذه الفطرة. فالله تعالى ضرب لنا الأمثلة بتلك الحيوانات وقال في ذلك: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وأول درس تلقيناه في هذه الأرض فيما يتعلق بالموت هو درس تلقيناه عن غراب في قصة ابني آدم، كما قال الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن المشكلات التي تترتب على هذا التفكك الأسري أن نشوء ظاهرة الطلاق مقتضم بحيوانية وشهوانية في المجتمع، فغالبا ما يكون هذا الهشوء ناشئا عن الرغبة لدى أحد الطرفين وعدم استقامته بالأوامر الشرعية. والمجتمع الذي لا تربطه علاقة ربانية لا بد أن يستبدل بها علاقة حيوانية، وحينئذ لا خير فيه، لأنه قد اتبع البهائم في اتباع شهواتها، وذلك شأن الكافرين لا شأن المؤمنين. وقد قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولا بد أن ندرك أن كثيرا من الناس لا يدركون لماذا تقام الأسرة فلذلك يفرطون فيها. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، نبهنا على أمر مهم، وهو أن استعمال الذهب والفضة والحرير وغير ذلك من أنواع زخارف الحياة الدنيا هو من شأن الكفرة، لأنهم الذين يتمتعون في هذه الدار وليس لهم في الآخرة نصيب، كما قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لكن لماذا يحرص أهل الإيمان على الزواج أصلا، وإذا تزوجوا لماذا يحرصون على التي تتصف بالمعايير التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؟ والجواب عن ذلك أنهم إنما يحرصون على ذلك ليجاهدوا به أنفسهم وشهواتهم وليردوا به كيد الشيطان عنهم، فيحصل لهم بذلك العفة التي أمرهم الله بها وهم يستعينون عليها بأدواتها ووسائلها. وهذه حكمة من لم يدركها لا يمكن أن يتحمل هذه المسؤولية في بناء الأسرة ويسهل عليه التفريط فيها فيما بعد. وقد أشار إلى هذه الحكمة العلامة محمد باب المين حفظه الله في قوله: عذ من عذاب عناء الشهوة الأبدي بلطف من خلق الإنسان في كبدي. فرب شخص رأيناها له جلبت طول العناء وهم الأهل والولد فظل يركض ركض الوحش مبتغيا تحصيل أقواتهم من جيد مردي. فالجسم بالهم طول اليوم ممتلئ والنفس والقلب ممتلئ بالغل والحسد. إن قلت إن رسول الله حظ على تزوج الغيد يبغي كثرة العدد وصاهر الغر من تيم بن مرة مع بني عدي بن كعب مع بني أسدي مع غيرهم من بيوتات ذوي حسب بنوا من المجد مبنى الراسي العمدي قلنا وفاظفر بذات الدين عنه أتى وأنت إن تبغي تلك اليوم لا تجدي.
فرسم دار لها منذ أعصر سلفت أخنا عليه الذي أخنا على لبدي. ولست أنكر أن العصمة توجد في سود الغرابين بعد الأين والنجد. فربما فاز ذو التقوى بمحصنة من صالحات غواني عصره الخرد. فمتق الله ملطوه به وله بعد الممات النعيم الأكمل الأبدي. وهمه قهر شيطان وقهر هون هما عدوا ذوي التقوى ذوي اللدد. فمدة العمر يقضيها بمعركة له من الله فيها دائم المدد. وليس يعدم مكروها وعدته صبر يعد لديه أقوم العدد. ومن بهاتيك لم يظفر فليس له فك من أسر عناء غير ذي أمد. فهنا قال وهمه قهر شيطان وقهر هون هما عدوا ذوي التقوى ذوي اللدد. فمدة العمر يقضيها بمعركة له من الله فيها دائم المدد. وليس يعدم مكروها وعدته صبر يعد لديه أقوم العدد. فإذا أدرك الإنسان لماذا أقام الأسرة أصلا فإنه لن يفرط فيها وسيحافظ على تماسكها وبقائها واستمرارها، لأنها أمانة في عنقه، ولأنها قد أفضت إليه وأفضى إليها، ولأن الذرية أيضا هي إنتاجه وهي الباقي من عمره فسيحافظ عليها. وكل هذه الأمور تقتضي بقاء واستمرارا لهذه الأسرة وعدم رضوخ للضغوط التي تقتضي تفكيكها وإزالة هذا البنيان وتحطيمه. ومن آثار من الآثار السيئة للتفكك الاجتماعي تفشي الطلاق وعدم القيام بالحق. فإن المطلقة تجب لها النفقة والسكنى، ثم بعد ذلك إذا كانت لها ذرية فإنه يجب الإنفاق على تلك الذرية والقيام بمصالحهم إلى أن يبلغ الذكور قادرين على الكسب، وإلى أن يتزوج البنات فيدخل بهن أزواجهن. وهذا هو انتهاء الحضانة، فالحضانة حضانة الذكر إلى البلوغ قادرا على الكسب، وحضانة الأنثى إلى أن يدخل بها زوجه. وكثيرا ما يقع الطلاق فينسى الرجل أنه كان له ذرية وكان له أهل، وتنقطع العلاقة بالكلية، وحينئذ لا بد أن تسعى الأم للنفقة على أولادها رحمة بهم. وربما كان التكسب من غير وجه مأذون فيه شرعا، أو من وجه يزري بالمروءة، أو بقيت عالة على المجتمع، وكل ذلك يكلف المجتمع ويثقل كاهله. كذلك فإن من آثار تفشي ظاهرة الطلاق في المجتمعات أنها مقتضية أيضا لضياع الأولاد. فإن الأولاد إذا لم يشعروا بالحنان ربما التحقوا بأهل الفساد، وربما كونوا عصابات إجرام، وأدى ذلك إلى خلل أمني كبير في المجتمع، فتحصل السرقات واللصوصية وغير ذلك مما لا تحمد عقباه ولا يرضاه مجتمع سليم لنفسه. ولا يمكن أن يكون النشأ حينئذ على القدر المأمول المحبوب بحال من الأحوال. ثم إن التفكك الاجتماعي أيضا كثيرا ما يؤدي إلى الضغائن والبغضاء بين الناس، وقد منع الله كل ما يؤدي إلى ذلك، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة، وقال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فكل ما يؤدي إلى البغضاء بين الناس وإثارة الضغائن والسخائم بينهم محرم شرعا. وقد ذكر الله 13 سببا من أسباب الضغائن في سورة الحجرات، وحرمها جميعا، وبالإمكان قراءتها واستخراج هذه 13 المحرمة جميعا، وهي كلها تؤدي إلى البغضاء والشحناء بين الناس. وكذلك فإن من آثار هذا التفكك الاجتماعي أيضا انتقاص النسل. والأمة إذا قل فيها النكاح وكثر فيها التفكك تكون عجوزا فيقل نسلها وإنتاجها. وقد شاهدنا بعض الأمم حينما حقت عليهم كلمة الله فقل فيهم النسل، فأوروبا اليوم تسمى لدى الناس بالقارة العجوز، لأن أغلب سكانها ليسوا شبابا وهم من كبار السن. وبسبب ذلك هو التفكك الأسري ليس بينهم رابطة، لا الولد يرعى حق أبيه وأمه ولا يقوم على رعايتهما ولا يبر بهما لحصول هذا الشقاق. وهذا من آثار التفكك الاجتماعي أيضا. فإن الوالد إذا طلق أم أولاده وأهملهم فستكون في قلوبهم ضغينة عليه ولا يمكن أن يبروه عادة، مع أن حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى في البرور.
ويجب عليهم بره. ورحم الله أبنا أعان ولده على بره، والذي يفكك الأسرة لم يعن أولاده على برهم، بل العكس، حال بينهم وبين الورور وقطع عليهم الطريق في ذلك. وكثيرا ما يكون الوالد في وقت ضعفه في أمس الحاجة إلى بر أولاده، فإذا كان قد طلق أمهاتهم وأساء إليهم فلا يجدهم في وقت الحاجة إليهم، وإذا لم يجدهم في وقت الحاجة إليهم فإنه يندم على أصل وجودهم، كما قال أمية بن الأسكر الثقفي رضي الله عنه: يا ابني أمية إني عنكما غاني، وما الغنى غير أني مرعش فاني، يا ابني أمية إلا تشهدا كبري فإن نأيكما والثكل مثلاني، إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا وإذ فراقكما والثكل سياني، أمسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه، ماذا يريبك مني راعي الضاني، إن عقب ضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجمداني، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. فإنه قد شاب وأصابته الارتعاشة في أطرافه، في ذلك يقول: وما الغنى غير أني مرعش فاني، ويقول: يا أم هيثم ماذا قلت أبلاني، ريب المنون وهذان الجديدان، إما تري حجري قد رك جانبه فقد يسرك صلبا غير كذاني، أو ما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثنان، ولست أهدي بلادا كنت أسكنها قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني. فلذلك ليقدر الإنسان حاجته عند كبر سنه وضعف جسمه، حاجته إلى أولاده وحاجته إلى أهله، وليتذكر أنه إذا فكك هذه الأسرة لن يجد ما هو محتاج إليه في وقت الحاجة إليه. كذلك فإن من أضرار هذا التفكك الاجتماعي التسرب المدرسي وعدم الانسجام في الدراسة، فإذا كان الأولاد لا يشعرون بمتابع يرعاهم ويشجعهم على دراستهم ويراقب تقدمهم وسيرهم في كل الدراسة، سواء كانت دراسة محضرية أو كانت دراسة مدرسية، فإنهم لن يجتهدوا ولن يكونوا حينئذ قدوة وإسوة، بل كثيرا ما يقع فيهم التسرب المدرسي والتساقط في أثناء الدراسة، وذلك سيكلف المجتمع تكاليف باهظة وينقص قدراته التي يعول عليها. فهؤلاء الأطفال الصغار وهذا النشء الصغير هو في المستقبل حملة اللواء، ومنه يكون الرؤساء والوزراء والولاة والحكام والأطباء والمدرسون والمهندسون والتجار، وهو الذي يعول عليه المجتمع في مستقبله. فإذا لم يرعى ولم يعتن به فسيأتي وقت وقادة المجتمع كلهم من المتردية والنطيحة وما أكل السبع، عندما يهمل هذا النشء ولا يرعى عندما يحتاج إليه المجتمع لا يجد فيه خيرا أبدا. ولذلك لا بد من العناية بهم، ليس لذات الإنسان فحسب بل لأمته من ورائه وللمجتمع الذي يعيش فيه. كذلك من المهم أن ندرك أن هذا التفكك الأسري أيضا مقتض لعدم القيام بالوظائف الاجتماعية، فالله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين الناس وعلى أساسها تكون المسؤوليات، فالأسرة لا بد أن يجعل عليها جانب من الضريبة الاجتماعية ومن الأمر المشترك. كان الناس قديما يوزعون الضيوف عند كثرتهم على الأسر، وعرف توزيع النوائب على البيوت، كل أسرة تتولى قسما من النائبة العامة، فإذا تفككت الأسر ضاع هذا الجانب الاجتماعي ولم يجد من يقوم به. والله سبحانه وتعالى جعل الناس ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين ينتجون أكثر مما يحتاجون إليه، وهؤلاء عليهم مسؤولية تجاه الآخرين، والقسم الثاني الذين لا يستطيعون إنتاج حاجاتهم، وهؤلاء هم عالة على القسم الأول، والقسم الثالث متوسط بين الجانبين ينتج ما لا يكفيه، فيحتاج إلى تسديد وإعانة ورعاية لزيادة إنتاجه وتقدمه. والمجتمع الذي يريد النهوض هو المجتمع الذي يكون جانب القوة فيه أقوى وأكثر وأبرز من جانب الضعف، لأن إسناد الضعيف إلى الضعيف يؤدي إلى سقوطهما. والمجتمع إذا كانت أسره متفككة فسيشيع فيه الفقر والعجز وعدم تحمل المسؤولية، وحينئذ لن يسدد بعضه بعضا ولن يعين بعضه بعضا،
على هذه الأمانة الجسيمة والمسؤولية العظيمة، فيقع الاختلاف والشحناء والبغضاء، ولن يقوم أحد بالهم العام والحق العام الذي يحتاج الناس إليه فيضيع ذلك. وكذلك من المهمات أن ندرك أن الإنسان إذا أدرك أن أولاده إذا رباهم فسيكونون امتدادا لآبائه الذين يحبهم ويتعلق بهم، فالإنسان مفطور على حب آبائه وإجداده والتعلق بهم، وهؤلاء الأولاد هم امتداد لهم. إن غاب عنك يا أبو ابن لم يغب فلمن يبدو لنا، إنما يبدو لنا غيبه. وإذا كنت تحب أسلافك فلا بد أن تحب من يخلفهم، فزكريا عليه السلام قال يرثني ويرث من آل يعقوب، فإنه يحب آل يعقوب وهم أجداده، فأحب أن يكون له ولد يرثه ويرث من آل يعقوب ما فيه من الصفات الحميدة. والتفكك الاجتماعي منافي لذلك. ولذلك فإن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، وهذا استمرار أبدي لهذه العلاقة التي جعلها الله مبنية على التقوى والخير، فقد اختارهن الله له وقال الطيبات للطيب والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، فجعلهن الله أزواجا لرسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فشرفهن بهذا المقام الرفيع، وجعلهن أزواجا له في الآخرة صيانة لمقامه وإعلاء لمنزلته ومكانته وجمعا لشمله بأهله. والذرية الصالحة كذلك يحتاج الإنسان إلى جمع الشمل بها، فالإنسان لا يحس بالأمن والأمان ورغد العيش واستقامة الحياة إلا إذا اجتمع شمله بأهله، ولهذا قال الله تعالى في أهل الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. عرفنا هذه الظاهرة إذن، وعرفنا أضرار ما يخالفها وآثاره، فكيف ننجي مجتمعنا من تفكك الأسرة؟ الجواب أن النجاة من هذا التفكك إنما تقوم أولا على النية عند إقامة البيت والمقصد الصالح. والنيات التي ذكرنا إذا فاتت الإنسان ولم يعقد عليها العزم عند عقد النكاح، فبالإمكان أن ينوي ما يتجدد منها لمستقبل حياته، فيريد أن تكون هذه الأسرة على المراد الشرعي وأن تكون مؤسسة على التقوى، فهو يسعى لانضباطها واستقامتها على ذلك الوجه المحمود شرعا، وبالإمكان حينئذ أن يتدارك ما فات من النية بتجديد المقصد ومراعاة المستقبل فيه. كذلك من المهم ما يتعلق بحسن الخلق، فهو أساس الاستمرار في الأسرة، فإذا كان كل واحد من الطرفين يعامل الآخر بالتي هي أحسن فإن ذلك مقتضي لبقاء الأسرة واستمرارها. وقد قال الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال تعالى وقولوا للناس حسنا. وقد قال عبد الملك بن جريج إن رجلا جاء إلى عطاء بن أبي رباح فقال يا عطاء إنه يكون في مجلسك أنواع الناس وإني أكلمهم فأقسو عليهم ولا أراك تفعل ذلك، فقال إني سمعت قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. فلذلك لا بد من حسن الخلق، فهو الدعامة الأولى والقوة التي يركن إليها والركن الشديد في بناء الأسرة وتماسكها واستمرارها. لا بد أن تحرص المرأة على إحسان معاملة زوجها بالتلطف والقيام بما أمر الله به من الإحسان، والإحسان كما ذكرنا في بداية المحاضرة يشمل الإحسان بالأقوال تقول له قولا حسنا، والأفعال تعامله معاملة حسنة، والخدمة تخدمه خدمة حسنة. ولا بد هو أن يعاملها كذلك بهذا الإحسان بالأقوال والأفعال والمال، لا بد أن يكون باذلا لزوجه، ولا بد أن يكون حريصا على طمأنينة القلب وعلى صفاء الخاطر ويراعي ذلك، وكلما جاء ظرف من الظروف لا بد أن يعبر فيه عن شعوره تجاهها، إذا كانت في مرض أو غربة أو حمل أو ضعف أو عجز أو لاقت أي أمر من أمور الدنيا لا بد أن يشعرها
بأنه إلى جانبها فتحس بالحنان ويجد فرصة للتعبير عن مشاعره في هذه الأوقات كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. فأبو زرع أثنت عليه أم زرع ثناء عطرا تجاوزه حتى وصل إلى أمه وخادمه وابنه وابنته وكل ما لديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعائشة هذا المقام وعبر لها في وقت الفرصة عن هذه المشاعر. وكذلك ما كانت أمهات المؤمنين يجدنه من حسن معاملته وتلطفه لما حجت عائشة معه حجة الوداع، فحاضت بعد أن أحرمت، دخل عليها وهي تبكي فقال: وما يبكيك لعلك نفست؟ قالت: أجل. فقال: هذا شيء كتبه الله على بنات حواء أو على بنات آدم، فافعلي كل ما يفعله الحاج وغير أن لا تطوفي بالبيت. فوقف إلى جانبها في وقت حاجتها وهدأ من روعها بهذا الكلام الطيب. ولما رجع من حجته وقد طاف طواف الوداع رجع إلى منزله فدخل فإذا صفية بنت حيي رضي الله عنها تبكي، فقال: حلقى عقرى أحابسة ناهية، يقصد أنها قد حاضت. فقيل له: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. وكذلك فإن المرأة أيضا لا بد أن تراعي ظروف زوجها، فإذا كان في وقت فقر أو دين أو حاجة أو جاءته مصيبة من المصائب لا بد أن تشعره بوقوفها إلى جانبه وقيامها بحقه. فأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليها فزعا يقول: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة وأخبرها خبر ما رأى: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل، وكل ذلك من وقوفها إلى جانبه، وقد سخرت ثروتها لنصرته والقيام بنصرة هذا الدين وإيوائه في بداية هذه الدعوة. وكذلك لا بد أن يكون بين الطرفين تعاون على رعاية هذه الأسرة، يتقاسمان فيه الأدوار ويتبادلانها، فلا بد أن يكون بينهما تنسيق فيما يتعلق برعاية الأولاد. وقد ذكر أهل العلم أن الرضاعة حق للأبوين معا، فلا يحل للأم أن تفطم الولد إلا بمشاورة أبيه. وقد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: الحق في الرضاع للأبين معا، فلا ينقص عن حولين إلا إذا ما كان عن وفاقي ولم يضر، قال عبد الباقي. ولا بد كذلك أن تكون دراستهما وتربيتهما من أولويتهما معا، فيتبادلان الأدوار ويتعاونان في ذلك، كل واحد منهما يقوم بما يصلح له. وهنا لا أقول بما يصلح له بمعنى أن يكون الرجل هو المشرف على التعليم كما كان سائدا في بعض المجتمعات، بل العكس، قد تكون المرأة أصلح لهذا. ولكن المهم أن تكون المرأة إذا شددت على أولادها وجدوا لينا في أبيهم، وإذا تشددت